ازيكم البنات؟ كيف نتمنى تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير باحسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم تي ماستر. مرحبا بكم في فيديو جديد. نبغي نقول لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي، وطول العمر الوالدين ديالكم ويخلي لكم عزيز عليكم. هذا النهار ان شاء الله غادي نشارك معكم الروتين ديال العيد من الصباح حتى العشيه، شنو عملت فيه، شنو وجدت فيه، كيفاش ندوز العيد بجوج وليدات. فالله يعاوني. هذا ما كان. المهم بالنسبه ليا البنات، انا فاقت مع 6 الصباح وتقديت الاغراض الشخصيه ديالي، وجدت الحويجات ديال وليداتي، نزلت كل حاجه بلاصتها. المهم انا نوري لكم باش مينوضو ما نترونش. وعملت شويه ديال المكياج، راكم عارفين الا بقاو حتى فاقوا ما بقى لا مكياج لا حتى شي حاجه، فعاودت وجهي شويه وعاد غنوضهم. لبستهم وعاد نلبس انا، فخليكم على الفيديو. وعيد مبارك سعيد. هانتوما البنات، هنايا كتشوفوا البارح في الليل وجدت الحويجات ديالي وديال راجلي، خليتهم مطلوقين هنا باش ما يتكمشوش. جلابه في الصفار ديال راجلي وهذه في الزرق ديالي، والحويجه ديال وليداتي كل لبسه حطيت معها ليكوش. هنايا خديت اللبسه هاد لاغوب في الابيض، وفي نفس الوقت خديت تكسيوه خفيفه باش نحيدها من بعد حتى الصهد باش نصورها بالكسوه بيضاء ونرجع نلبسها كسيوه عاديه وصافي. الصبيب ديالها صبيب دخوها وصافي. المهم كل واحد وجد حويجاتو. اول حاجه هنايا غادي نلبس راجلي هو الاول باش غادي يمشي للجامع، وعاد نفيق وليداتي نلبس لهم. المهم هنايا راني كنعاونو باش يمشي يصلي هو، راكم عارفين، عاد باش نلبس انا باش يرجع مورايا باش نطلعو للدار ديالي عكوزتي. صافي من بعد ما صيفطت راجلي هنايا جيت كنفيق هاد الاميره النائمه. البارح نعس معطلي ما بغاوش يفيقولي بالصباح، المهم شويه ديال الحركات باش توقد. وعاد نبدل لحويجاتها. المهم هنايا لبست لها هاد الكسيوه، غادي نصورها بها ونحيدها لها حيتاش سخونه، عرفتوا هي فيها المود ديال النعاس هنايا. اول عيد غادي يدوزو معانا ان شاء الله. لو كان لبسات صبيبت واخا راه باقي كبير عليها شويه، ولكن باش يجي في التصاور هو راه باقي كبير، هو صغير ولكن رجيلاته حتى هما صغيرين كثار. المهم باش تجي في التصاورات باينه كسيوه كامله. وعملت لها لاصو في راسها، نسيت ما وريتهم لكمش. ما شاء الله الله يحفظها، جات كتحمق. وصافي هنايا دزنا لهاد البوكوس حتى هو غادي يلبسو حويجاتو، حتى هو مسكين فيه المود ديال الناس حيتاش البارح نعسو معطلين. ودابا فاقوا مع السبعة، دابا راني كنفيقو مشي السبعة ونص، فكنفيقو غير بالسيف. ولكن واخا هكاك مشا في سبردينة كتشعل الضو، صافي بحالي تلاها معاها شوية. وصافي المهم نوجد وليداتي هما الوالا وعاد ندوز راسي. وصافي هنايا انا وجدت راسي هنا. البنات راني صورت لكم فيديو ديال الماكياج، ولكن جا الفيديو طويل على داكشي قلت بلا ما نحطو لكم. صافي وحطيت لكم الفلوغ ديال العيد وصافي، الماكياج حتى من بعد. وصافي المهم هادي هي اللبسه، قولوا لي كيفاش جات. والشان عملته بهذه الطريقه حيتاش انا البنات في الصيف كنتخنق، ملي كيكون شي حاجه على عنقي كنتخنق، على داكشي كنديرو بهذه الطريقه. وصافي هنا هي الكيكه اللي وجدت البارح، غادي نطلعها في يد الدار ديال عكوزتي حتى غنفطروا تما، نذبحوا وفطروا تما بطبيعه الحال. وصافي وحنا ماشيين فرحانين مع وليداتنا، اول عيد غادي تعيد معنا سلطانه، وكينان ثاني عيد. انا الزنقه كتسافر حتى واحد ما خارج برا لا طوموبيلات ولا ناس على رجلو. وصافي هنايا جينا نشوفوا الحواله، كينان ما قده فرحه من شاف الحواله، كيموت على الحيوانات شبه في ماما، انا كنموت على الحيوانات. وصافي مساكن كيبقى فيا، ولكن هذه سنه الحياه، ما عندنا ما نديرو، ضروري مذبيحه. هنايا الاميره النائمه حطيتها في الرولاكس ديالها، اخوها حطيته في الطابله ديال الماكله ديالو باش ما يحمقوناش. وصافي هنايا طلعت باش نستعد باش نستعد الشغل، عملت الفواطه ولبست قفيطان خفيف باش نخدم به الشغل. وصافي هنايا السكينه الحاضنه من الباب. هنا البنات راني كنحاول نصور لكم لقطات لقطات، حيتاش راكم عارفين خصني دغيا باش نخدم شغل، وفي نفس الوقت ما كايناش غير بوحدي، يعني كنجنب نصور باش ما نشد حتى شي واحد معايا وهو ما باغيش يبان. فكنبين لكم اللقطات. المهم هنايا غسلت الكرشات، هانتوما شوفوا كيفاش كنخرجها بايطه. هذوك اللي باقي شويه ما خارجينش، بقات فيهم شويه داك اللون قهوي، عكوزتي كتقول لي ما صافي ما تكرطهمش كاملين، خلي فيهم شويه.
وصافي انا زعما على العموم انك لا شي حتى راني متبعه الدايس دايره ريجي وصافي. هنايا مسالينا نوضنا كنسيقو، عرفت واحد التماره ديال نهار العيد بلا ما نعاود لكم. صافي نوضنا سيقنا لافاش، تعاوننا كاملين بينا صراحه. التعاون كيخليك تالي دغيا وتقضي بزاف ديال الحاجات. صافي هنا طلعنا لقينا عكوزتي ديجا كتقطع الكبده شواته وكتقطع باش نديرو بولفاف. المهم انا كنشارك معكم البنات الاجواء باش الناس اللي في الغربه حتى هما يشوفوا ويحسوا حتى بالاجواء اللي كدوزوا حنايا هنايا. ما تسديش المنهج على صوتي والله الا انا راني عيانه ما شكيت عليكم، ولكن قلت ضروري صافي خصني نصور هذا الفيديو ونحط هذا الفيديو. هنايا كنوريكم خبيز ومسمنه طيبات مع جوستي ديال المقله غزالين. هي كتقول لي وريهم الكيكه ديالي، وريهم المسمن ديالي. وصايبه تحت الكيكه صافي. بما نفطروا صيفطنا الريوسي تشوى باش نصيفطوه مع الحولي يتكردوا. صافي هنا حطينا نفطروا وعاد نكملوا الشغل. كنحاول نزرب لكم البنات باش ما يجيش الفيديو طويل وممل. هنايا انا كنضفر المصارن كيديروهم في الدواره، المهم كنضفرهم باش نديروا لهم الدواره للغدا، انا ما كناكلهمش. وصافي هنا البنات قطعت معكم الفيديو حيت صافي بقاو كيجيو الناس والدار ترونات وخاصنا ضايا نخملو وندوشو باش نوجدو راسنا. المهم كملت معكم الفلوق للنهار الثاني ديال العيد. طلعنا للغابه فشركت لكم النهار الاول مع النهار الثاني. فصافي هنايا طلعنا انا وعكوزتي وراجلي وليداتي للغابه باش ندوزو النهار كامل تما، حيتاش اصلا كنصهد في الدار بزاف. واحد الجو كان كيحمق وكنا كنقولوا زعما غادي تكون تكون شويه خاويه. هاد البلاصه سميتها راس الماء، كنا كنقولوا زعما تكون شويه خاويه حيتاش العيد، ولكن لقيناها عرفت لقيناها بلان، لقيناها عامره حيت حتى هي فيها الخيام وكيكريو كيكريو هكا داك الحصيرات في الارض مفرشتين ولا ديك الخيمات ولا، وكيدوزوا الناس العشيه تما مع فيها الشلال. الناس كيعوموا، الوليدات كيعوموا كيتبردوا. ومبرده الصراحه لهذا الصيف. ايوا هذا مكان البنات. المهم انا نشارك معكم البلاصه كيفاش دايره. هي فيها الماكله، فيها الحرشه، فيها الطواجن، فيها كل شيء اللي ما بغاش يطلع الماكله معاه، ولكن حنا جبنا الماكله ديالنا كيصايبوا فيها حرشه. المهم فيها الماكله زعما الناس اللي ما بغاوش يطلعوا معاهم. وفيها اللبان وصيكوك وداكشي اللي كيجيو داكشي بلدي. صافي هنايا كيعوم، عرفتوا البنات هاد الماء راه مكلاصي، هاد الماء هابط من الشلال عرفتوا مكلاصي، ما تقدرش تعوم فيه، اللي كيخشي رجلو كيخرج دغيان. وهنا ولدي شافنا الماء عوجنا على الماء حتى هو بغى يعوم، واخا كان الصراحه بارد عليه. ولكن درنا له خاطرو حيت كيموت على شي حاجه سميتها العومان وشي حاجه سميتها الماء، واخا باقي صغيور من صغرو كيحمق على الماء. فصافي درنا له خاطرو شويه نحطوه في الماء يلعب واحد شويه وصافي. المهم الاجواء زوينه، نتوما كتشوفوا شحال عامر، بس كنقول الصراحه غيكون خاوي. المهم كاينه هنايا هاد البلاصه اللي فيها الشلال وكاين واحد السارج واحد اخر كيعوموا فيه حتى هو. وهنايا كيلعبوا البيار كل فازور وداكشي حتى حنا لعبنا بطبيعه الحال. وصافي دابا نمشيو نشوفوا فين نجلس. وصافي حطينا الريحه لفهاد البلاصه، هانتوما كتشوفوا عروستو عامره وفيها العائلات. كلشي جايب الشوا كيشوي هنايا، الصراحه احسن من الدار مع الصهد الاخر في الغابه احسن. وصافي هنايا حتى حنا غادي نوجدوا المجمر ديالنا باش نصايبوا الماكله. هنايا كنوريكم ديك التوت البلدي ولا البري ولا المهم داك التوت. جا واحد كيبيعو خديتو منو كيعجبني، نديرو في الصباح مع الشوفان كيجي زوين. وصافي هنايا انا كنوجد قطيبات ديال الكفته ديال الشوا. وبالنسبه للشلاضه طلعنا الشوا وشلاضه. وصافي شلاضه صايبتها في الدار، طلعنا تقريبا داكشي واجد باش ما نبقاش حتى لهنا والرون، طلعنا غير الشوا اللي خصني نديروه في القطيب. وصافي غادي نشعلوا المجمر، المجمر تا هو طلعناه معانا. وخا الصراحه كاينين هنا الناس يعني كانوا كيشويو، مي كيساليو يعني كيبقى المجمر شاعل، يقدر يعطيك اي واحد زعما تشوي في المجمر ديالو، حيتاش هاد الكبير ماشي ديالنا، ديالنا داك الصغير، ولكن هاد الكبير عطاو لنا واحد الناس كانوا حدانا قالوا لنا زعما هذا زاند مزيان هاكا شويو فيه. وصافي وجلسنا حدا واحد الناس مساكن كياكلوا اللي كلاوه كيدوقونا. باش عرفوا الناس ديال المغرب صراحه فيهم الكرم. وصافي هنايا انا جالسه كنشعل الشوا باش يطيب. وصافي دابا نبدا نوجدوا الطبيله ديالنا. المهم هنايا راجلي كيحط الشلاضه في الطبيسلات ودير لنا الخبز حتى هي تسخن. وصافي المهم
هذا ما كان الغداء ديالنا وجد، حيت اصلا طلعنا زعما مع الساعه ديال الغداء هكا، بقينا شي ساعه وتغدينا وصافي. انتما كي كتشوفوا شليضه وشويه ديال الشفا وصافي وصافي وشويه ديال الزريعه والسقاطه باش ندوزوا الوقت، وديك الحلوه اللي كانت في ديك المغطيه عطاوهالنا الناس اللي حدانا وصافي. هنا في العشيه جانا عاوتاني الجوع، طلبنا واحد الحريشه بهذاك السمن بلدي، معروفه هاد البلاصه بحرشه بسمن بلدي كيقولوا لها خبزه ولبزه. وصافي مع بيضات وكويس ديال اتاي. وسمحوا لي الا شاهد شي واحد في هذا الفيديو. وهذا مكان مهم، كانت هذا هو النهار ديال العيد ونهار ثاني ديال العيد. نتمنى الفيديو يعجبكم. وصافي هنا خديت التفكيره ديال وليداتي، ملي كنا غاديين خديت انا وليداتي هاد السنيسلات ديال اليد، كيديروا شي 15 درهم. وصافي خديت انا وحده وبنتي وحده وكينان وحده. وصافي دابا كنتسنى راجلي يجي باش يجيب الطوموبيل باش نمشيو في حالنا. وكان هذا هو النهار ديالنا. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وبغي نقول لكم سمحوا لي الا رجعت كنتعطل عليكم في الفيديوهات، حيتاش والله مع الوليدات ما كنلقاش الوقت باش نصور باش نمونطي. وهذا الفيديو ديال العيد راه فوقاش دات العيد، ويلا لقيت الفرصه باش نمونطيه. فان شاء الله نبقى ندير لكم فيديوهات كثر. تهلاو فراسكم ونتلاقاو شي